قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نظمت سفريات الفردوس رحلة للأراضي المقدسة الثلاث بقيادة الشيخ الكريم والمميز الشيخ عبد الله الحواري. كانت أول محطة نزول لنا هي المدينة المنورة طيبة الطيبة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها يثرب قبل الإسلام وطيبة، والمدينة المنورة بعدها. وشددنا رحالنا إلى مكة المكرمة، وعند وصولنا تهللت واستبشرت وجوهنا برؤية الكعبة الشريفة، وكانت تحيتنا لها سبعة أشواط من الطواف. ومن ثم ارتشفنا بعضا من ماء زمزم الطهور الذي محى وعثاء السفر ومنحنا دفقة من الطاقة لنكمل مناسك العمرة. أقلعت طائرتنا لتحط بنا في الأردن، ومنها ركبنا الحافلة التي نقلتنا إلى القدس، وتوجهنا إلى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت رحلتنا، وقلوبنا وأرواحنا ما زالت متعلقة بجمال وسحر وقداسة تلك الأماكن الأكثر من رائعة. لقد كانت حقا رحلة ممتعة. عدنا وكل منا يحمل في طياته أن لابد وحتما سيكرر تلك الرحلة إن شاء الله، ولكن برفقة العائلة لترى عيونهم وأرواحهم ما رأينا، ويشدهم عبق التاريخ وعطر النبوة كما شدنا.